صراحة مرة ما توقعت الزحمة تكون بالشكل ده، بس برضو يعني منظم، في تنظيم واضح، ويعني برضو تقدر تاخذ راحتك في انك تمر على المكان كامل. شركة جلفير سوت تخفيض يعني هايل 50% ما شاء الله، وشوف انت الناس والزحمة ما شاء الله. انا اتوقع ان هذا اللي يخلصون الساعة 10 11 بالليل ما شاء الله. يقولون مددوا. انصدمت صراحة يوميت، فما قدرت حتى أشتري، فقاعدة أمشي وقتي راح أقول يا ريت تسوونه أونلاين. عرض زحمة من أول يعني نظرة، إذا الواحد يعني صدق فعلا يبي يشتري تذاكر كذي صراحة يسوى يعني. طبعا اليوم يوم مميز بالنسبة لطيران الخليج، أول مرة تقوم بعمل معرض، ومعرض شامل وازدحام شديد جدا، ويفترض أن المعرض يبتدي صباحا وينتهي الساعة 6 مساء، ولكن يبدو أنه بندونا الساعة 10 الليلة بسبب الإقبال الشديد. وإحنا نشجع طيران الخليج، الطيران الوطني لمملكة البحرين، نشجع جميع البحرينيين والمقيمين في البحرين إذا بيسافرون يسافرون على طيران الخليج.